أسعد الله أوقاتكم، معكم أخوكم طبعا محمد زيادة. نتكلم الآن إن شاء الله عن موضوع مهم، والموضوع هذا بيتعلق في موضوع أحدث أنواع الغذاء العالمي الآن المعترف فيه للطيور. طبعا إحنا بنعرف جميعا أنه الآن في أكثر من اتجاه فيما يتعلق بتغذية الطيور، وكانت الاتجاهات خلينا نسميها الخاطئة بتتجه دائما لبذور دوار الشمس، وبعدين تبين انه بذور دوار الشمس تشكل العديد من الأمراض، خاصة تراكم الدهون على الكبد والجلطات القلبية للطيور، وتساعد بذور دوار الشمس على مشاكل كبيرة جدا فيما يتعلق في موضوع زيادة الوزن وآثار زيادة الوزن على صحة الطائر بشكل عام. الآن إحنا بنقدم لكم منتج اللي هو من المنتجات الرائعة جدا. المنتج طبعا صناعة أمريكية، اسم البراند رودي بش. رودي بش هذا عبارة عن أكل بلت. رودي بش فعليا هو مكون مينلي من ثلاث مكونات رئيسية، تعتبر يعني هي سر الخلطة. المكونات الرئيسية هاي هي عبارة عن الذرة والقمح وفول الصويا، وهدول المنتجات الثلاثة يعني يعتبروا من أهم المنتجات العالمية فيما يتعلق بالمحافظة على الصحة العامة، حتى مش بس على مستوى الطيور، على مستوى صحة البشر كمان. وأثبتت الدراسات أهمية فول الصويا وما يترتب من استخداماته على محاربة للكوليسترول وتثبيت الوزن، بالإضافة للقمح وما يترتب على استخداماته من توفير كل العناصر الغذائية الهامة، وكذلك طبعا اللي هو الذرة وما يترتب عليها من فوائد جمة فيما يتعلق برفع نسبة البروتينات وما إلى ذلك. الثلاث عناصر الرئيسية هذول ليست هي المكون الوحيد للرودي بش، احنا بنتكلم عن مينلي أساس هذا الأكل، يعني هو بتكون من هذول الثلاثة مكونات كمينلي، ولكن مضاف إلو مجموعة من الفيتامينات ومجموعة من المكملات الغذائية ومجموعة من الخلطة اللي احنا اللي بسموها الشركات العالمية النو هاو، واللي تعتبر سر من أسرار أي عمل أو أي برودكت معين. الآن احنا بنتكلم عن الرودي بش كغذاء. يعتبر هذا الغذاء من الأطعمة اللي يوصى بها عالميا الآن، مكون من بلت زي ما أنتم شايفين من الداخل. هذا البلت كلها عبارة عن مجموعة من الحبيبات المتماثلة متماثلة الشكل، وبالتالي هذا بيلغي مشكلة انتقاء الطيور نهائيا، لأنه مثلا لما بنستخدم خلطات البذور عم بنلاحظ إحنا إنه الطائر ممكن ينتقي حبة ويترك أخرى، أو حبة ما تعجبوش أو حبة يكبها برا المأكلية. هنا إحنا قاعدين بنقدم إلو مجموعة من الحبيبات المتماثلة، فتعتبر هاي نقطة من نقاط القوة لهذا البرودكت، إنه عم بيقدم تماثل في الحبيبات، وبالتالي بحلنا مشكلة انتقاء الطيور لخلطات البذور. رقم اثنين، يعتبر هذا الغذاء متوازن من حيث مش بس نسبة البروتينات والكربوهيدرات والدهنيات، هو كمان مكمل غذائي كامل فيما يتعلق بالفيتامينات والأحماض الأمينية الأساسية، واللي خطر نقصها يوازي خطر زيادتها. على سبيل المثال ممكن حدا مثلا يتكلم يقول أنا بدي أطلق مثلا بدي أقدم للطائر مثلا خلطات البذور وأعطيه مكملات غذائية. هي مشكلة المكملات الغذائية إنه ممكن تتقدم، لكن هي في النهاية راح تحقق أو راح يعني راح يكون لها كلفة إضافية من خلال استخدامها، وفي نفس الوقت إذا ما كنت حريص أنت باستخدام المكملات الغذائية بطريقة علمية صحيحة، زيادة الدوز من الفيتامينات أو زيادة الدوز من الأحماض الأمينية تؤثر تأثير سلبي تماما مثل عملية النقص اللي ممكن تكون للفيتامينات والأحماض الأمينية. وبالتالي احنا نتكلم عن منتج متوازن من حيث انه لا يوجد نقص ولا يوجد زيادة. الزيادة معناها سمية، الزيادة معناها نوع من المشاكل الإضافية، والنقص ايضا هو في النهاية مشاكل متعلقة بالريش، مشاكل متعلقة بالبريدنج، بالتفريخ، بالإنتاج. فالنقطة اللي بعتبرها انا نقطة قوية فيما يتعلق في منتج الرودي بش هي نقطة اللي بنعتبرها إحنا من النقاط الهامة جدا فيما يتعلق بقوة هذا الصنف، إنه عم بيحقق نوع من التوازن، والتوازن الغذائي المهم جدا. أأمل منكم تجربة هذا المنتج، ويعطيكم ألف عافية.